حدث روبلوكس ونحصل على العناصر المجانية اللي نزلت هلأ. بالبداية ندخل مع بالحدث. جايز إذا مش شايفين الفيديو السابق روح شوفوا عشان تاخذوا العنصر المجاني اللي نزل من قبل. المهم يا جماعة كمان تشكروا للقصر. طبعا أول شيء صورت لكم، ما بعرف ليش التاب تبعي مش حفظ التصوير. أوكي جايز هلأ أخبركم البوابة اللي خبرتكم عنها بالفيديو السابق هلأ جايز انفتحت، تكبسوا عليها. والآن جايز مكتوب لكم فوق رقم 5، يعني يا جماعة تصوت على 5 مابات، أي ماب تختاره تكبس على الماب وبعدها تكبس هون وبس هيك جايز تختاروا 5 مابات. طبعا ورقم 5 جايز يسجل معكم هلا، هاد مكتوب 5 بـ5، يعني أنا اختاريت 5. بعدها جايز تجي ذا المكان وكمان تختاروا 5 مابات، أي ماب بدك إياه تكبس عليه وبتكبس هون وبس هيك جايز أنت بتسجل 5 مابات وخلاص بتاخذ العنصر المجاني. وهذا هو شكري يا جماعة. بالنسبة للناس اللي سألتني كيف ناخذ رأس الدب الشرير وهذا القرون، الآن جايز أخبركم طريقة الحصول عليهم. تجي يا جماعة ذا المكان وبعدين تصعدوا ذا الدرج، وهذا هي جايز اللي هو رأس الدب الشرير. حسب ما فهمت جايز إذا وصلت ضمن أفضل 50 تحصل على هذا رأس الدب الشرير. كيف تكون ضمن أفضل 50؟ كيف تكون ضمن أفضل 50؟ بصراحة ما بعرف يا جماعة، بينزلوا تحدي بعد الماب أو يا جماعة من خلال التصويت على المابات، يعني أكثر مابات تجيب تصويت أكثر بتكون نسبة للناس اللي تصوت. بصراحة ما فهمت الطريقة. وكمان جايز هذه القلادة إذا كنت ضمن أفضل 10 تحصل على هذه القلادة، فأنت يا صديق ما راح تخسر شيء، أما تاخذ رأس الدب الشرير أو القلادة حسب المستوى. خبرتكم يا جماعة أنا ما فهمت هذا التحدي شو عشان أكون ضمن هذا المستوى، وأول ما أفهمه طبعا بسأل المطورين. أوكي إذا فهمت جايز هذا التحدي شو هي شروطه أكيد أخبركم. المهم يا جماعة الآن انتقل معكم إلى القرون كيف نحصل عليها، وهلأ جايز بنجيبها سوا. طبعا جايز بتجي تصعدوا على هذا الدرج من هون، وهات هي القرون يا جماعة، هات هي جايز هلأ بناخذها. وكمان يا جماعة معها كاميرا جايز، هذه طريقتها كثير سهلة. وهلأ جايز أخبركم، هات هي طبعا الكاميرا. أول شيء جايز نبحث عن الماب اللي لازم ندخل فيه عشان ننفذ المهمة خلال دقيقة أو أقل من دقيقة جايز، وهذا هو الماب اللي لازم تدخلي فيه. هذا اسم الماب وهذه صورة الماب أمامكم، ضروري تدخلوا في هذا الماب. ويلا يا أصدقائي بسم الله ندخل الماب. المهمة مرة سهلة طبعا، تنقلكم إلى ماب ثاني. أوكي بعدين تكبسوا على الأكس، بعدها يا جماعة اختاروا مكان يكون فيه الهالوين عشان تصوروا فيه صورة. قبل لا تصوروا الصورة يا جماعة اكبسوا هون على الشوب وحاولوا تضبطوا في شخصيتكم ترتدون فيها ملابس الهالوين. بس تكملوا جايز اكبسوا على هذه الكاميرا، وبعدها جايز كمان غيروا المكان تبعكم، وكمان جايز ارجعوا اكبسوا على هذه الكاميرا وبس هيك جايز انكم تحصلوا على هذا العنصر المجاني. ولهون يا حلوين يكون وصلت لنهاية الفيديو. إذا بدكم أكمل لكم الحدث ارفعوا هذا الفيديو بلايك عشان كمان نزلكم العناصر المجانية اللي تنزل بكرة. وبس جايز باي.